الخرسانة المسلحة. ما هي الخرسانة وما هو التسليح؟ ما هي العلاقة بين الخرسانة والتسليح؟ لماذا نقوم بوضع الخرسانة المسلحة في الهياكل الخاصة بالمنشآت ولا نقوم بوضع الخرسانة وحدها أو التسليح وحده؟ هذا هو عنوان حلقة اليوم، لذا أتمنى أن تشاهدوا حلقة اليوم إلى النهاية لتستفيدوا أكثر. طبعا بدأ استعمال الخرسانة قبل قرنين من الآن، أي حوالي سنة 1900، حيث بدأ الناس في استعمالها في الجدران والأرضيات والهياكل المختلفة من المنشآت. طبعا باختصار، الخرسانة المسلحة هي مزيج بين حديد التسليح والخرسانة العادية. نقوم بوضع هاتين الخليطين لأن حديد التسليح يتحمل قوى الشد أي التراكسيون، والخرسانة تتحمل قوى الضغط أي لا كومبريسيون. لذلك عندما نقوم بمزج الخليطين أو العنصرين معا نتحصل على مزيج متماسك مقاوم للضغط والشد مع بعض. وإذا افتقر المنشأ الخاص بنا إلى أي عنصر من العنصرين فستحدث مشاكل في المنشأ، خاصة في المناطق الزلزالية. وكما تشاهدون في الفيديو لدينا الفرق واضح جدا بين التسليح والهيكل الذي يوجد فيه الخرسانة المسلحة. يعني لدينا في الجهة اليمنى هيكل من التسليح فقط لكي أظهر لكم جميع هذه العناصر، وفي الجهة اليسرى لدينا هيكل من الخرسانة المسلحة، أي أننا قمنا بصب جميع هياكل المنشأ. ويمكننا كذلك رؤية الجدران. طبعا أتمنى أن تكونوا قد استفدتم وتكون الفكرة قد وصلت. في الحلقة المقبلة بحول الله سنحاول أن نقوم بتوضيح طريقة سير القوى أو طريقة إنزال لشارج أو الحمولات من الطوابق مثلا العلوية إلى غاية الأساسات وتوزيعها في التربة، وسنحاول أن نشرح عمل أو دور كل عنصر من هيكل المنشأ. إلى ذلك الحين أتمنى أن تشتركوا معنا في القناة لتصلكم الفيديوهات القادمة الخاصة بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.